تشاهدون في هذا الفيديو. أنا كثير مصدومة إنه هذا الشخص جاي على دبي. اوكي هي هي الطيارة مأخرة نص ساعة. احزري شو وصلني؟ وصلني جهاز روبوت كثير ثقيل ما عم بقدر اتحمله، بس هذا الشيء هو جهاز روبوت بيتحرك لحاله وبيسمع كلامي. واو، وأخيرا صار في حدا يسمع كلامي. وصلني طرد كتير حلو من شركة إيكوفاكس. خلينا نفتحها ونورجيكم شو هاد الشيء. خلينا نشيل أول صندوق. ليش كتير تقيل؟ أوكي كتير تقيل يا جماعة. ثاني صندوق هاد خفيف نوعا ما. ثالث صندوق هي كمان كتير تقيل. Look at this dude. جهاز الروبوت للتنظيف. Oh my god. اوكي على فكره هذا الجهاز بيمشي لحاله وبيتحرك لحاله وبينظف لحاله من دون ما انا اعذب حالي. هذا هو الجهاز بالكامل. هلا رح اشرح لكم بطريقه كثير مبسطه كيف تستخدموه وكيف تعبوه وحورجيكم كيف حيشتغل. اهم شيء لازم نحط هدول الاثنين هون من ورا، احمر على الاحمر والاخضر على الاخضر، كمان كتير سهل. نفتح هاد وبعدين بنعمل سكان هون على الكود مشان ننزل التطبيق. بعد ما حملنا التطبيق بنفوت على هاد التطبيق اسمه إيكوفاكس هوم، بعدين بنعمل الاعدادات بنضيف الروبوت اللي نحن لازم نضيفه، وبنتصل على الواي فاي، بعدين بنشغل هاد الزر مشان يشتغل الواي فاي اللي هون. شايفين بكون ضويت؟ شايفين؟ نيكست. الله اوكي جوين عم يعمل الاعدادات وناطرين حتى يصير 100%. بس يصير 100% بنصير فينا نتحكم عن طريق التليفون ونخبر الروبوت انه ينظف المكان اللي بدنا اياه، ممكن مطبخ، ممكن صالون، ممكن غرفه. تخيلين لاي درجه. اوكي رح نسمي هاد الروبوت، عم فكر سميه اسم مضحك بقى. اول اسم خطر ببالي هو بديعه. سوري لك البنت اسمها بديعه. حلو بالموضوع انه كل شخص فيه يعمل خريطه ببيته، يعني انت فيك تعمل صالون، فيك تعمل غرفه وين موجوده، وفيك تعمل الحمام. هلا صار الوقت لحتى نوسخ الدنيا ونشوف هي كيف حتنظف. اوكي يلا يا بديعه جاهزه؟ اكيد جاهزه. اوكي صراحه انا ما عندي شيء بقى. شوفوا هاي الخريطه هي اللي رسميتها، رح اقول لها تشتغل. اوكي إنها مكنسة مهووسة بالنظافة، إذ إنها تبقى تكنس ليلا ونهارا. يا إلهي. واو. أوكي لازم نرجعها هلا على الشحن لهون. Return to charging. Yes. خليها تروح على الشحن، شوفوا كيف حتروح لحالها. طبعا قبل ما تروح على الشحن خليني افتح لكم هون، هون بيعبي كيس الوسخ كثير سهل، حتى هي بس تخلص وترجع مثل ما كنتم شايفين هي حترجع وتفضي كل الوسخ لحالها بقلب هذا البوكس. اوكي هلا عم ترجع تطلع لفوق مثل ما كنتم شايفين. اوكي هلا حاليا عم تفضي كل الوسخ لهون. اوكي هذا هو الروبوت بالكامل مثل ما شفتوا، بينظف لحاله، حتى كمان بيمسح لحاله، بيعمل كل شيء لحاله. هذا الروبوت بالتحديد اسمه ديبوت ان 8، من افخم الشركات واحدث الشركات موجوده عالميا اونلاين. كل شيء موجود تحت بصندوق الوصف، اي شخص على باله يهدي امه على الكريسماس هلا او راس السنه تقدروا تطلبوه لهيدي، موجود كل التفاصيل تحت بصندوق الوصف. انا فعلا عن جد بنصحكم فيها لانه بتجنن الصراحه. وخلص صارت هيدي بديعتنا الحلوه يعني. وهلا حنبلش بالفيديو وحنروح على مكان كثير مهم. يا صباح الخير، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا تمام. هلا انا حاليا رايحه على المطار لحتى نجيب شخص كثير مميز وانتم كثير بتحبوه، ومن زمان كنا نعمل فيديوهات ومن زمان كنتوا تسالوني عنه كثير. اخ ما رح اخبركم، بدي اياها هيك تشوفوه مفاجاه مثلكم. يعني انا كثير مصدومه انه هذا الشخص جاي على دبي. انا كثير مبسوطه انه هذا الشخص جاي، بتوقع انكم اشتقتوا له كفايه. خلص صار الوقت انه يطلع هذا الشخص معي ونروح نجيبه من المطار.
ما بدي اخبركم مين بدي اياكم، هيك تضلوا متحرقصين لتشوفوا، تضلوا معي لا تحسوا ولا اي شيء. ها شايفتكم، لا تحسوا ولا شيء، خليكم معي شوي شوي وحتعرفوا مين، وحنروح نجيبه من المطار سوا. بدي اياكم تروحوا معي على المطار ونجيبه سوا. واو، اكتمل التيم تقريبا، خلص رح نصير نصور فيديوهات يوتيوب كتير وانستا وحنعمل قناتي الثانيه يعني ان شاء الله. يا جماعة أنا وصلت على المطار وتقريبا الشخص بده شيء 10 دقايق ليوصل. أوكي أوكي، هي هي طيارة مأخرة نص ساعة، هي لازم توصل 12:30، هلا صارت للوحدة. أكثر شيء بكرهه بالعالم هي النطرة، وهلا أنا بدي أقعد أنطر نص ساعة كرمال حضرة هذا الشخص اللي متأخر طيارته نص ساعة. وأنا مالي يا لمبي. ماشي، فدا فدا. أوكي وصلت الطيارة الحمد لله، هلا أنطر لحتى يجي الشخص. ياي. اوكي بظن الشخص بده تقريبا شي ربع ساعه لحتى يطلع، سو رح ننطر لسه شي ربع ساعه. شوفي مين وصل. ما بظن انكم عرفتوها لهلا لانه مغيره شعرها اشقر، عملت لي حالها مريم فارس. هيك بتنطريني ساعتين؟ ليك انا كثير جنبي. يا عمرتي الله انا واخيرا معاناة السفر. ليك بتعملي معي يعني؟ انا تعبانه على فكره، لازم تساعديني. شعراتك هيك حلوين على فكره، انا شكلي بفزع. لا بالعكس، نظارات وكمامه وميتي من الشوم. الله شو لابسه، جاي دبي ولابسه شتوي. بسوريا تلج تلج، متخيله؟ نورت نورت دبي والله نورت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالمستشقره مريم فارس. صحي ما قلتيش رايك بشعراتي؟ قصدي حلوين. لا كرمي عن جد لا لا حلوين حلو. يلا جيب الشناتي والحقيني. شو لك شادي هي جيب الشناتي والحقين معك يا شباب. انت بدك تساعدينا على فكره. انا جاي من سفر. بعتذر صحنك جيتي من سفر بس كرمي. انا جاي من سفر عفكه، وقت كنت تجي انت انا كنت تساعدي. طيب خلص يلا هيك هيك احرجتيني. انت احملي هيك. اهلا اهلا اهلا، تفضلي تفضلي على البيت تفضلي. يا عيني شوف البيت كيف مفتحه. وات واو واو، مبدئيا اذا شفت شيء واو. حبيتي؟ كثير حلو. كيف جنيت؟ اوكي بس البيت ما فينا نورجيهم اياه لانه مفاجأة بعدين. ليه؟ ما فيهم هن يشوفوا. معلش مشاني. طيب هلا؟ لا بعدين بشوف. بس ليكو مبدئيا انا هسه شفت بس هيك برا هون كثير حلو. كثير حلو والله. حلو.